انطلقت حملة اللقاح الوطنية ضد مرض الحصبة في محافظة سويداء، وذلك بحضور المحافظ عامر العشي الذي أكد أن الحملة هي لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة وزيادة مناعتهم لتكوين جيلاً قادراً على بناء سوريا المستقبل. تستهدف هذه الحملة الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة ومن 7 أشهر حتى 5 سنوات بالنسبة للأطفال الذين لم ينفذوا اللقاح الذي أعطي بالشهر أيار. وهذه اللقاحات مأمونة آمنة ومجانية ومعتمدة من المنظمات الدولية. هذه الحملة تعطي استمرارية الحالة الصحية السليمة لأطفالنا اللي هن بنات المستقبل، هن الجيل اللي بده يبني سوريا الحديثة، سوريا الصامدة، سوريا المتطورة. هؤلاء الأطفال سيكونوا رجال المستقبل في كل المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية والطبية والقانونية في كل مجالات الحياة. طبعا نحن بكل حملة في عنا خطة، بنحط خطة للتنفيذ، فمن ضمن هذه الخطة اليوم افتتاح الحملة بمدرسة الشهيد عبد الناصر حميدان بمدينة السويداء. طبعا بيصير في إبلاغ للأهالي على الموافقة وبتجي الموافقات. نحن فرقنا موزع على 268 مدرسة. طبعا بالبداية لازم نحكي انه الحملة بتشمل كل الأطفال اللي من عمر 5 سنوات ل 12 سنة، بالإضافة للمتسربين من حملة أيار من بداية السبعة أشهر لـ5 سنوات. رعاية الأطفال في مجال اللقاحات لم تقتصر على السويداء، بل بقيت متواصلة أيضا في محافظة حلب التي انطلقت فيها حملة اللقاح ضد مرض الحصبة، حيث تفقد محافظ حلب حسن دياب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار حملة التلقيح، وزارا مركز الفردوس الصحي وتابعا إجراءات استقبال وتسجيل الأطفال وتقديم اللقاح لهم. تستهدف الحملة 427 ألف طفل من عمر 5 سنوات وحتى 12 عام، وأيضا المتسربين من حملة اللقاح للحصبة الأولى التي كانت في شهر أيار من هذا العام من عمر 7 أشهر وحتى العمر 5 سنوات. هناك 62 فريق جوال سيشارك في هذه الحملة إضافة لكل مراكزنا الصحية وأيضا في المدارس. نحن هون جايين لحتى نروج للحملة، نخبر الأهالي بأنه عندنا حملة وطنية ضد الحصبة من عمر 7 شهور لـ5 سنوات ومن 5 سنين لـ12 سنة. فرق التواصل طبعا موجودة على مستوى المناطق الصحية كلها للإبلاغ بالحملة والترويج، ونحن عم نشتغل على هذا الموضوع من قبل الحملة تقريبا بـ5 أيام. تم افتتاح الحملة على مرحلتين، مرحلة من الـ5 سنوات لـ12 سنة، والمرحلة الثانية هي المرحلة تحت الـ5 سنوات المتسربين من حملة الشهر الخامس. طبعا الحملة تتضمن إعطاء كافة الأطفال لقاح اللي هو عبارة عن حقنة وحيدة تحت الجلد مع إعطاء فيتامين A اللي هو عبارة عن بالفم. التزام الأهالي بإعطاء اللقاح الآمن والمجاني لأبنائهم يساهم في نجاح الحملة التي تشمل كامل المحافظات سوريا بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التربية ومنظمة اليونيسف.